هنا احد العناصر الارهابيه اقف. هذا الارهابي كمال القذقاذي، هذه صوره للارهابي كمال القذقاذي، وهنا كان عنده حزام ناسف حكم موجود في معناها رابطه، حزام ناسف كان فيه شحنه كبيره من المتفجرات. هذا الحزام الناسف وصل. هنا نحب نعرج على شوف معناها هذه الكيفية نتاع النحات الحزام، تعرفوها تقريبا هي طريقة تقليدية فيها شحنة متفجرة وفما زوز سواعق للقيام بعملية تفجير. حاول انه يخرج من المنزل، رفض الاستسلام وخرج من المنزل باش يحاول انه يفجر روحه على الاعوان اللي كانوا يقوموا بالعمليه. هنا نهايه هذا الارهابي قاتل الشهيد شكري بالعيد، واللي هو معناه يعتبر من احد اخطر العناصر القياديه فيما يسمى تنظيم انصار الشريعه، لانه بعد باش نعطيكم الاسماء معناها المجموعه اللي كانت موجوده في المنزل هي سبعه، تقريبا سبع قيادات من اخطر العناصر.